صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس مع فيديو جديد ان شاء الله. غبرت عليكم وكل شيء كيسول فيا، دنيا فين غبرتي، دنيا علاش ما حطيتيش الفيديو، دنيا وحنا عارفين حالتك كي دايره، ولكن خاصك تخدمي على بنتك. الله يجازيكم بالخير وشكرا بزاف. والله عائلتي الثاني، عائلتي الاولى والثانيه، الله يجازيكم بالخير. كنتمنى حاجه وحده، انكم تقبلوا على كلامي من هنا لقدام، تقبلوا على طريقه الهضره ديالي كيفاش غتكون، تقبلوا على دنيا جديده اخرى، لان دنيا قديمه باقي ما كايناش. نتمنى يا رب انكم ما تقلقوش مني الا قلت شي كلمه، ولا مره هكا خرجت لي شي كلمه خاطئه ولا شي حاجه. نتمنى يا ربي تقبلوها مني، حيت ملي كتكوني كتهضري والعقل في بلاصه اخرى ماشي سهله وصعيبة بالنسبة لي، ماشي شوية بزاف. هاد الفيديو بديته معكم من الصباح، صليت الفجر ونطنيشان، ما جانيش النعاس، بقيت كنسبح البنات صافي، غير بان شوية النهار ونطبح حالي هكدا كنطيب في الفطور. صراحة بنتي ما كتبغيش تشرب اتاي البنات، ما كتشربوش، غير كنوض نعمرو. تخيلوا غير كنعمر هاد اتاي، كنعمرو اليوم كندق منو غير كويس ولا نص كاس، كنعاود نكبو الغد لي ثاني، كندير نفس السيستيم. زعما ما كتشربش بنتي اتاي اصلا، بنتي من زمان ما بقاتش كتشرب اتاي، شي عام ولا عامين ما بقاتش كتشرب اتاي كيف كانت. صافي درت الماء كيطيب، قلت ما نجيب الخبز تاع بلاتي. الساعه جات كاوتر مسكينه الله يجازيها بالخير، جابت لي باريزيانه. زعما ما كنتش عارفه غادي تجي، حتى سمعت الباب كيدق وهي تجي عندي هي وواحد الجاره ديالي فوق. انا البنات راه كنت كنوجد الفطور، بديت معاكم الفطور قبيله راكم شفتو، ومسكينه دابا جات عندي كاوتر للدار، جابت لي معها شباريزين وداك الشيء الله يجازيها بالخير. بعدا كنا كنتهضروا بحال هكدا، كنعاود لها كلشي حوايج وبغات تهضر معاكم حتى هي، حيت انا صراحه باقي ما عنديش الهضر. وتهضر في السوجي اللي بغيتي ندوي معاك. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كتعاودوا شنو نقول لكم البنات؟ دابا انا الصباح جيت عند دنيا باش نشوفها كي صبحت، ولقيت عندها جارتي امينه الله يرحم ليها الوالدين. المهم اخواتاتي بغيت نقول لكم على واحد الحاجه، لقيت دنيا طالع عليها الدم وضاراه. بعدي هاد الكاميرا بعدا هكا ماتو البنات. بغيت نقول لكم في واحد الموضوع، لقيت دنيا تاهي ضاره، انا جايه باش نتشكي عليها، لقيتها هي كثار مني. راه السيده جارتها حاضره، راه سمعت دابا الاوديو بفمها. دابا البنات الناس دخلوا عندها هي بزاف، انا جيت نقول لها راه واحد اش نقول لكم، والله ما عرفتش كيفاش نقولها. دابا هي دخلوا عندها بزاف اللي كيتفلاو، باغيين قالك حقه، باغيين يتزوجوا، باغيين هادي، باغيين هادي. دابا انا واحد النمره كتصوني ليا من البارح، ملي جيت نجاوب لقيت واحد السيد قالك لي الو اختي، راني كنصوني لدنيا، بغيت نصيفط ليها انا واقده بحدا وسترنيون، بغيت نصيفط ليها وراه ما كتجاوبنيش. صونيت ليها لقيتها مريضه، كانت ديك الساعه مريضه وانا ما كنتش مسالي مع بنتي، قالت لي كوتر اختي راني مريضه. كانوا جاوبين الناس راه كيصونيو لك جاوبيهم، قلت لي راني كنجاوب صافي. عاود قطع تليفون ليا قال لي اختي راه شوفي راني بغيت واش واش ما كيتقطعش كيبقى ما علينا البنات، حيت كيصوني ولا التليفون صافي. قال لي شوفي اختي راه بغيت نصيفط لها الفلوس وبغيت نتزوج بها وكذا وكذا، وانا بغيت نقدها انا وبنتي، وراه بغيت انا هي وبنتها، وانا راه ما محتاجش وانا بخير. قلت لي شوف اخويا دابا هي السيده راه باقا في واحد في مرحله راه حالتها، المهم انا مالي راسي الى البالغ انا غنوصلها ليها صافي. انا جيت عند الدنيا قلتها ليها راه كاين وكاين، قالت لي اختي قول لهم يبعدوا مني، قالت لي الحشومه عليهم. وفعلا لقيت التليفون ها، قالت لي قول لهم يبعدوا مني، راني كل مره كيصونيو ليا كيعيطوا ليا، اللي باغي يتزوج اللي باغي يتفلى اللي كيخسر الهضر، حرام عليكم الناس والله الحشومه عليكم، تقاو غير الله. ماشي السيده لابسه حق الله وباقا مسكينه، شحال دابا باش مات راجلها؟ كامله شتا سيمانه، كامله شتا سيمانه، شتا سيمانه السيده غتفكر في الزواج وغتفكر في البساله وفي التفليه، حرام عليكم. بلاصه التفليه والبساله راه كاينين مواليها، سيروا اختي تفرجوا ولا سيروا تبسلوا في بلايص اخرين. السيده حاطه نمرتها باش الناس يتعاونوا معاها، ماشي حاطه نمرتها باش تبسلوا عليها. وانا انا حاطه النمره ديالي باش نبيع ونشري، ما حاطاهاش باش الناس باش يتبسلوا عليا. داخل المهم صيفط ليه ميساج، ها انتم البنات غتسمعوا الميساج ديالي، ها هو غتسمعوه بلاتي، هانتوما غتسمعو الميساج ديالي، أنا درا بلوكيت البنات، سمعو. سلام خويا كي داير لاباس عليك؟ دابا صحيحة، دابا خويا أنا كاين هنا عند الدنيا،
دويت معاها قالت لك دويتي معاها وبلوكياتك، ما بغاتش اخويا حتى شي حاجه، ما بغات تتزوج لا دير حتى شي حاجه. وما خويا اللي عليا راني وصلت الامانه للسيده، قالت لك لا، قالت لك فايت دويتي معايا دوا معاك، قالت لك راه ما بغات تتزوج، قالت لك راه ماشي غير انت بزاف اللي دخلوا عندها وقالوا لها بحال هكا، هي باغا تربي بنيتها ما باغا لا زواج لا حتى شي حاجه. المهم خويا قالت لي دويت معاه راني بلوكيتو، والله يسهل عليك اخويا. دابا اليوم الصباح عيطتي لي الصباح بكري مع 8 الصباح، باقي مول الدار ناعس، باقي كلشي ناعس، الله يسهل عليك انا خويا باش ما ينوضش لي شي مشاكل. الله يرحم الوالدين. المهم اخويا راه السيده راه وصلت الامانه راها ما بغاتش. خلي هذاك الكلمه الاول. المهم اخواتاتي صافي، انا صيفطت ليه الاوديو اللي كتسمع صافي. الاساس السيد صافي ما سيده ما بغاتش، بغيت تعاون معاه في سبيل الله، راه حاطه حسابك الكود بانك، حاطه حسابها ديال البنك الوريب ديالها، بغيت تصيفط صيفط في سبيل الله بلا هضره بلا قوه هضره، لا انت لا غيرك لا من غير غيرك، باش صيفط لي هذا الاوديو باش صافي. السيده راه قلت لي راه وصلت ليها الامانه راه ما بغاتش، خليتي هادشي صيفطتي اوديو كتعاير وكتسب. المهم ما علينا، الله حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بغى يدير شي حاجه راه قال لك الله اليمنى، اللي صرا ما تشوف اليمنى، داكشي بالسر باش تعبقاو تعيطوا ولا تفلوا ولا حرام حشومه، خليوها غير من داكشي اللي منها اللي فيها راه كافيها. والنمره راه حاطه باش تعاون على راسها مع الزمان وتعاونوا معها الناس، ماشي ديال التفليه. المهم اخواتاتي ها هي دويو معاها. انا راه بنات شنو نقول لكم، انا والله هادشي انا جاني حشومه، انا كاين شي ناس لهاد الدرجه يعيطوا ويتفلوا على المراه لابسه حق الله، وباقا حتى سيمانه ما كملتش العده ديال راجلها، وباقا مسكينه قلبها مشوي، باقا ما عارفاش راجلها كيش طرا عليه وشنو كيفاش، وحق الله العظيم عيان ما كينشفوش من البكا. حشومه تقوا الله، تقوا الله حشومه ليكم. اي دنيا دوي معاهم، قولي لي واش باغا تقول. صافي هادشي بغيت هادشي قلت لهم انا يا حيت مشات ليا الهضره والله العظيم الا تلفت ما كنتش كاع على بالك، كنت غنبقى نبين غير يديك، ولكن حيت هادشي ما عجبنيش. هادشي ما خشيت تسكت عليه. اه ضرني خاطري حشومه. بزاف تكبتي تزيرات عليا. ايه راه هادشي باز لك حشومه. اه بزاف حشومه. الانسان خاصو يتقوز الله والحاجه اللي ما يبغيهاش لراسو وما يقلقش على راسو وما يقلقش على الاخر. حشومه عليه كاع الانسان يفكر هكا. انا كنقول انا راجل ما نقدرش نفكر هكا. وي حشومه. ونديرو كاع الانسان هاد السيده كاع بغات الزواج حلو الله، بغات تزوج من بعد وباقا ما كملتش السيمانه ديال العده حشومه. تقرب. حتى في الزواج ما تفكرش فيه دابا. دابا هي ما خلقاش، هي باقا صغيره والزواج حلو الله، ولكن ماشي دابا. السيده باقا مجروحه على راجلها، باقا ما عرفتش راجلها باش مات، باقي الله بعدا كاينه مسكينه، باقي الله غتبع غير تعرف راسها غير راجلها باش ميت، بقى لها غير تشوف وحده اخرى. يلاه غادي تجري دابا والله مسكينه، لقيتها واقفه كتصايب في الفطير ديالها و... بقيت باركه حتى عييت، شت عييت ونطيب. واش غدير اختي؟ غتجلسي؟ لا ما غتجلسيش، غترزمي ضروري كدير بنيتها. بنيتها حتى هي مسكينه مغطى باقا مريضه، كدير لها شويه الفطور، حتى جيت لقيتها هي حالتها اصلا، قالت لك معيطين ليهم بلوكيهم، قالت لي راك ترى ماشي هذا السيد اللي عيط لك، راه قالت لي ها ياك وبلوكيتيهم بلوكيتو. وعاد قلت لها انا حتى جيت قلت لها راه كاين وكاين، قالت لي اختي راه هذيك النمره راني دويت معها، قالت لي وبلوكيتو صافي كاوتر غير بلوكي، قالت لي صافي. وانا حتى انا بلوكيتو اختي، انا ما عندي ما ندير حتى انا النمره البنات، انا حاطاه البيع 10، واللي بغى يعرف شي حاجه على دنيا باش انا راه ماشي انا غنخدم خطابه نجي نخطب السيده بقى، لا طال الله اللي باغا يتزوج، الخير اللي باغي يديرو انسان يديروه طال الله، فاش يدير ويديروا بسكات. السيده حاطه الوريب ديالها صيفط، اللي باغي يصيفط شي حاجه راه يتعاون معاها وبسكات بلا من قوه الاشهار. واش نقول لكم البنات، انا غنخليكم وش نقول لكم، تقوا الله دوك الناس الخايبين، كنقول لكم تقوا الله تقوا الله تقوا الله، اللي يقدر باش يعاون. واحد الاخت كانت قالت واحد الكلمه عجبتني، قالت لي مازال تتبع لي على الدنيا كامل واللي عندي، غير درنا غير 50 درهم للوحده، غير 100 درهم للوحده، البنت فاش جاتنا 100 درهم، ديروا غير 100 درهم للوحده ونصيفطوها في الوري، بحال شكل كيدير داك الفيسبوك كيحر، راه هذيك السيده جمع لها 50 مليون ما شاء الله، من 50 درهم 100 درهم، 50 درهم 100 درهم، وعاد لهذوك المحسنين الكبار بوحدهم، وعاد مالك 50 درهم 100 درهم، قسما بالله العظيم واحد الموطو واحد العدد، غير 50 درهم 100 درهم الوحده الله يجازيكم بالخير، نحطوها في الوريب ديال دنيا راه غنلقاو باش مسكين تشري سكينه. والله البنات وحق الله تكلكم لكم توريكم الكونت باكيه، اي امينه هي اللي حاضر النهار اللي جيتي، لقيت شنو لقيت الطوب باش دايره لقيتها مسكينه كاع والله الا الكونتر بلاكي رداتها نجار، رديتها ليها نجار البنات، فرتتها ليها في الطوبه باغا تدخل ما خلاتهم كاع ينعسوا هي وبنتها الليل كامل مخلوعه. ولكن راه كيفاش ما غادخلش طوب، راه واحد الحاله هنايا ما نعاودش لكم. انا كنقول البنات غنعاونوا معاها غير السكنه، شي دنيا الا خدات غير السكنه راه ما تبقاوش الناس كاع تسمعوا عليها، تسمعوها
غير سكنه وراه باش ما كان شي بنت اللي عنده السكنه باش ما كان شي غير هاد الخبيز واتاه يتسد عليه وبنت الله يجعل البركه. اهم حاجه اهم حاجه هو قبر الحياه، ما يدقش على مول الكره ومسكينه تدبر على راسها، دير بيع عشره، دير غير خضره، غير قزبر ومعدنوس، المهم تجيب ماكلتها قوت ليلتها، المهم خاص غير تسكن. الله يرحم ليكم الوالدين. انا هاد الفكره قالت هذيك البنت وعجبتني، ما بغيتو البنات ديروها. الله يرحم الوالدين اللي دارها متفق معايا، يدير يقول يدير اوكي ولا لايك ولا يقول لك واش متفقين معاك، ونبداو البنات نديرو واحد النهار نبداو فيها نشوفوا اللي سقط شي حاجه تسكريني وتلوح، تسكريني وتلوح في الواتساب تنشوفوا ان شاء الله، ونشوف المونطو شحال تجمع. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، ما تعاونوا مع هاد اليتيم وبنت يتيم. الله يرحم لكم الوالدين، مزوقه فيكم، دخلت عليكم بالله، اللي قدرت باش تعاون تعاون، راه والله ربي ما غيضيع لكم الاجر ديالكم. وكنقول لكم السلام عليكم، انا باش نكمل معكم داكشي. انا في السلام، انا راني صافي وجدت الفطير ديالي انا وبنتي. كنت غادي نخرج نجيب الخبز، هي تجيبو كاوتر، سبحان الله العظيم، كنت غادي نعمرها حتى هي علاش نخرج نجيبو، هي تجيب لي كاوتر معها باريزيانه، وجابت لي معها هاد بتيبان هذا. صافي البنات، وانا عمرت بريد ديال اتاي، عمرت بريد ديال اتاي، حطيت شويه الكوفيتا داكشي اللي قسم الله، وصافي نفطرو. صافي ان شاء الله نفطرو البنات. المهم اكيد الفيديو راه اللي كانت غنبارطاجيها معكم وغنكملو معكم، ضروري البنات خصني نخدم على بنتي، وكانت قاتل كندير عكاز ونوض، ضروري خصني نخدم على بنتي هكا ان شاء الله، باش ضروري. صافي هذا ما كان، راه شاركت معكم نهاري اليوم الصباح، فقت بكري غير صليت ونط نيشان. صافي دابا غادي ندي ان شاء الله الصينيه وكنفطروا. المهم اكيد اللي كانت في الفيديو نبارطاجيها معكم، فيديوهات كيما كنقول لكم انا ما كنوجدش ليهم، داكشي اللي كان راه كنبارطاجي معكم داكشي على طبيعته. يلا صحباتي ان شاء الله انتم معايا، جمعت البنات الصالون مع صونات لي مي ميلودا، صونات لي عروس مي ميلودا الله يجازيها بالخير بعدا مسكينه، الله يرحم الوالدين. بعدا راه جمعت الصالون البنات، ماشي شي جميع، شوفوا نكونوا واقعيه معكم، ماشي شي جميع ولكن شويه وصافي، غير شويه. دوزتيه هكا بالزربه، كنشد في الحيط ونبدا نقاد في المخاد. صافي البنات، مسحت الطبله، جمعت الفطور اللي كان فيها وداك الشيء. صونات ليا عروس سميمين ودا، قالت ليا دنيا حنا عارفين ما قاد الطيبي ما قادر الدري والو، وسبحان الله. قلت لها راه كنت غنطيب، قالت ليا لا انا عارفه اللي كاين. ايوا قالت ليا راه غادي نجيبو الكسكسو ان شاء الله اليوم عندك بلا ما طيبي، وما نكذبش عليكم الصراحه، ما نكذبش عليكم الصراحه، والله ما كنت غنطيب شي حاجه، والله الا كنبغي نطيب وما عرفتش شنو نطيب، ما عنديش الصحيحه، الصحيحه ديالي تقادات ليا ما قاداش. ملي قالت لي غادي نجيب فرحت، فرحت على قلب بنتي باش تاكل، اما انا ماشي مشكل، فرحتها باش تاكل اسراء هكا شويه ماكله ديال الدار، شحال من بقات كانت ماكله ديال الدار هكا ولا شي حاجه مطيبه في الدار، داك الشيء علاش. ايوا وقلت نبدا معكم قبل ما يجيو، زعما نقولها لكم قبل ما يجيو، غيدخلوا دابا ان شاء الله. صافي قلت نجمع باش يلقاو الصالون مجموع، باش هكا ملي يحطوا الغدا يكون الدنيا مجموعه والدنيا نقيه. ايوا صافي هذا ما كان البنات، وراه هادشي علاش غبرت عليكم، ما بقيت حطيت لا فيديو لا والو. المهم بزاف اللي قايدوني علاش غبرتي، راني غبرت حيت هذيك هي بلاصتي، راه هي ما كنوضش من ديك البلاصه، حتى ملي كنخرج برا وباغا نقضي. المهم خرجت قضيت واحد الغرض، والله البنات الا غير شدتني واحد البنت مشات معايا مسكينه، شداتني داك النهار، شدتني الدوخه وطحت، وقال لي الناس ما تبقايش تخرجي راسك الا ما كانش شي واحد غادي يقدر يمشي معاك لشي بلاصه تقضي شي غرض، ما تخرجيش، نصيحه، حيت قال لي كطيحي كتغيبي خطر عليك، قال لي ما خصكش تخرجي وتبقاي غاده. والله يسرت شدني الدوخه في وسط الشارع، فداك الشيء علاش باقي البنات ما كنخرجش، وراكم عارفين ضروري كل واحد كيمشي لشغلو وهذا، ومني كتبقى الدار شويه خاويه كنحس بواحد الاحساس اللي هو صعيب، كنبقى بوحدي وهذا، واخا راه ما كيما كتقول لي نتوما راه خصك تبقاي بوحدك، راه شكون ممكن يبقى معاك حتى واحد، حيت اصلا انا النهار الاول راني بوحدي الحمد لله على كل حال، غير هو كنبغيه هكا يخرج واحد ويجي واحد، ونبقى نهضر كنسي شويه كنحاول، المهم كنبقى نسي. ملي كنبقى بوحدي بنتي كتديها في قرايتها وكتدير، المهم كتبقى تلعب وداك الشيء، كنبقى بوحدي هكا الحمد لله. صافي هنا البنات راني حيت هاد الخشبه هادي، راه يلا شطبت وعاوتاني مع كونتر بلاكيه،
فرتشها ليا الفار ها نتوما غنعاود حيدتها صافي حيدتها مبقتش غادي نديرها كنخاف لي يدخل ليا ولكن اختي ماشي مشكل ها هي كنت دايرها هنا هو كتعجبو ملي كيشوفني ساده بيها طوب ماشي الفار كتعجبها كتبقى تاكل 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 صافي قلت حيدي حيدتها قلت مبقاش نديرها اللي بغى يدخل يدخل اللي بغى يخرج يخرج جابت لي واحد جارتي مسكينه امينه الله يجازيها بالخير جابت لي واحد الدواء ديال الفيران واحد اللعيبات هكا حمرين شوفوا الصراحه ما نكذبش عليكم الله يرحمني كل واحد داير مجهوده والله كنبقى متكيه ناعسه وكنقول صافي راه ما عندي حد راه هذه حيت باش انك تنوضي راه صعيبه راه غير باش انك تنوضي اما راه نمشي عند الناس نمشي عند ولكن الرجلين فينا هما راه ربي اللي عالم مسكينه جابت لي دواء الفار وعروسه امي ميلوده هي داوات ليا دارت لي واحد تحت هنايا ودارت لي تحت الماكينه المهم قالت لي تتفوت واحد اليومين سيمانه ونجي نجمعهم لك ونسوسلك ايوا شوفوا راه وقت الشده الله يرحمني امي زعما عزيزه عليا امي ميلوده وعزيزين عليا البنات كاملين الله يجازيهم بالخير كاملين كل اللي مدكو اي واحد دار معايا شي حاجه الله يجازيهم بالخير كلشي 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 يلا البنات اللي مكثرت عليكم غنتسناو ان شاء الله يجيو وهانتوما معايا صافي البنات هنا جابوا لي كسكسو جات امي ميلوده وجات عروسه الله يجازيهم بالخير قالت لي ما بغيناش نتغداو حتى نتغداو معاك قالت بغينا هكا نعمرو عليك شويه ايوا الله يرحمني من الوالدين عتي والله العظيم الله يجازيهم بالخير الله يخلي لهم عز عليهم قالت لي راك كتمرين واحد المرحله اللي صعيبه قالت لك وانا حاسه بك والحمد لله على كل حال كنتمنى يا ربي هذا الشيء يكون بصح كما قالوا لي البنات انه كيدوز ان باقي لحد الساعه كنحس بحال اول نهار وما كنعش بعض المرات الحمد لله على كل حال فبعدا شكرا ليهم جابوا لينا هكا الغدا وتغدينا صافي وجات بنتي حتى هي لقات الغدا المهم تجمعنا كاملين كانت تغدينا زعما كنقول والله ما طيبتش في الدار وزعما كنقول لها شكرا بزاف والله العظيم لوين ديال الفيديو كل مره وشكون اللي كتكتب ليا وشكون اللي كنعيط لها تكتب ليا ما باش عرفوا ان والله العظيم الا يديا راه ما بقاوش عندي العناوين ديال الكتابه وداكشي السلام عليكم البنات ان شاء الله حتى الفيديو الجاي باي باي عليكم.